السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم في قناتي. يا ريت سنة خمسة والأول مرة تشوف قناتي تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. إن شاء الله نحل مع بعضنا النهاردة تطبيقات الأضواء المتحررة على نص الاستماع كن داعما ولا تكن مثبتا من كتاب الأضواء صفحة 226 227 228. يلا بنا سنة خمسة نشوف الفيديو بتاعنا. عندي نشاط واحد، اقرأ ثم أجب. تتميز كل دولة بلغة خاصة بها، وهذه اللغة نوعان، لغة فصحى وأخرى عامية. فاللغة الفصحى هي اللغة الرسمية التي تستخدم في المحافل الدولية والإعلامية والتربوية والعلمية والأدبية. وأما اللغة العامية أو اللهجة فهي التي يتحدث بها عامة الناس في حياتهم، ويندرج تحتها لهجات كثيرة. وتختلف اللغة العامية من بلد لآخر داخل الدولة الواحدة، فمثلا تختلف لهجة سكان الصعيد عن لهجة سكان القاهرة. وإذا جلسنا مع سكان الصعيد فسنجد بعض الكلمات غير الدارجة في القاهرة، مثل كلمة البروة، ويزداد بها ويراد بها الصابون، وكلمة البلاص، وهو وعاء من الفخار يستخدم لحمل الماء. نشوف الأسئلة اللي وردة معايا. رقم أ، جليهات من الفقرة معنى تنفرد. تنفرد طبعا هنا بمعنى بمعنى تتميز. وطالما جليهات من الفقرة يبقى الإجابة موجودة فين معايا؟ في الفقرة، بكلمة تتميز. رقم 2، مضاد تتشابه طبعا مضاد تتشابه طبعا تختلف. نشوف مع بعضينا السؤال. رقم ب، لضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم 1، اللغة العامية يندرج تحتها لهجات كثيرة، العبارة صحيحة. رقم 2، تستخدم اللغة العامية في المحافل الدولية والإعلامية والتربوية والعلمية والأدبية، طبعا العبارة خاطئة، طبعا تستخدم اللغة الفصحى. رقم ج، أكمل ما يأتي. تتميز كل دولة طبعا بإيه؟ بلغة طبعا خاصة بها، بلغة خاصة بها. رقم 2، البلاص وعاء من الفخار يستخدم طبعا لحمل الماء. رقم ده كلمة الفرق بين اللغة الفصحى واللغة العامية. نشوف مع بعضنا اللغة الفصحى طبعا هي اللغة هنشوف مع بعضنا معايا في الفقرة. اللغة الفصحى طبعا هي اللغة الرسمية التي تستخدم في المحافل الدولية والإعلامية والتربوية والعلمية والأدبية. أما اللغة العلمية العامية أو اللهجة فهي التي تتحدث بها عامة الناس في حياتهم، ويندرج تحتها طبعا لهجات كثيرة. طبعا دي إجابة رقم جيم، بكل ده إجابة رقم جيم. الفرق بين اللغة الفصحى واللغة العامية، بدي رقم 1 اللغة الفصحى، 2 اللغة. نشاط 2، اقرأ ثم أجب. خلق الله الإنسان للعبادة وللعمل، والعمل عبادة، وإذا قام الإنسان به على أكمل وجه فسيكافئه الله تعالى عليه، وسيعم الخير على الجميع. وإذا قام به بدون مراقبة لربه وبدون مراعاة لضميره فلن يشعر بالسعادة في حياته. والعمل مقرون بالإتقان، ولا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. وإذا بحثنا عن أسباب الغنى فسنجد أن من أهم أسبابه إتقان العمل وحسن التخطيط. لذا يجب علينا أن نتقن أعمالنا ليعم الخير ويسعد الجميع. نشوف مع بعضنا السؤال. رقم أ، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، معنى أكمل، أكبر ولا أروع ولا أكثر ولا أتم. طبعا أكمل وجه يعني أتم وجه. رقم 2، جمع وجه طبعا وجوه. رقم ب، أكمل ما يأتي. خلق الله الإنسان طبعا للعبادة والعمل، للعبادة والعمل. رقم 2، نشعر بالسعادة عندما طبعا عندما نؤدي
طبعا ايه عملنا؟ عندما نعد عملنا بإتقان ونراقب فيه ربنا ونراعي فيه ضميرنا. السؤال رقم جيم بيقول لنا ايه؟ ما اسباب الغنى كما فهمت من ايه؟ من الفقرة السابقة. طبعا هو اتقان العمل وحسن التخطيط، هو اتقان العمل وحسن التخطيط. رقم دال قال ما جزاء من قام بعمله على اكمل وجه؟ طبعا يكافئه الله عز وجل. النموذج رقم 3 اقرأ ثم أجب. تأثرت اللغة العربية على مر العصور بلغات ولهجات متباينة، وقد شهدت الدول العربية تأثرا كبيرا ببعض اللغات الأجنبية بسبب بعض العوامل كالحرب والانفتاح الثقافي، حتى اختلطت لهجاتها ببعض المصطلحات الأجنبية كدولة الجزائر وتونس والمغرب. وعلى النقيض الآخر نجد أن اللغة العربية أثرت في بعض اللغات الأخرى كاللغة الأسبانية والتركية والفارسية والكردية. رقم الجلهات معنى متباينة. متباينة طبعا بمعنى إيه؟ مختلفة. رقم 2 مضاد الحرب طبعا إيه؟ السلام. رقم باء أكمل ما يأتي. رقم 1 تأثرت اللغة العربية على مر العصور طبعا بلغات ولهجات إيه؟ بلهجات متباينة، بلغات ولهجات متباينة. رقم 2 أثرت اللغة العربية في بعض اللغات مثل إيه؟ طبعا الأسبانية والتركية والفارسية والكردية. نشوف السؤال رقم جيم قال لماذا تأثرت الدول العربية ببعض اللغات الأجنبية؟ طبعا بسبب إيه؟ بسبب الحروب. بسبب ايه؟ نكتب كده بسبب بعض العوامل كالحروب وايه والانفتاح الثقافي، والانفتاح الثقافي. نشوف السؤال رقم دال قال لي اذكر بعض الدول العربية التي اختلطت لهجاتها ببعض المصطلحات الأجنبية. عندنا الجزائر وتونس والمغرب، بعدنا ثلاث دول. نشوف النموذج رقم 4 اقرأ ثم أجب. الكلمة الطيبة صدقة، فعندما ينطق لساننا بكلمة ما قد تكون هذه الكلمة سببا في سعادته وقد تكون سببا في تعاسته. ويخلط كثير من الناس بين الهزل والسخرية، فالهزل هو ما يجعلنا نبتسم ونضحك، وعادة ما يكون على هيئة نكتة أو مزحة. أما السخرية فيراد بها الاستهزاء بشكل أحد أو إيه طريقته إيه في الكلام أو ما يملك من عقار أو سيارة أو غيرها من الأشياء. لعلك يا بني ستحضر موقفا ما يحاكي هذه الفقرة، فكيف سيكون رد فعلك إذا رأيت صديقك يسخر من شكل إيه؟ جواب. نشوف الأسئلة معنا قال لي هات من الفقرة السابقة معنى إيه؟ الحسنة طبعا هي الطيبة. رقم 2 قال مضاد ايه؟ نعبث. نعبث طبعا مضاد هي طبعا ايه؟ نبتسم.
استواء رقم ب، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، ليس للكلمة دور في سعادة الناس أو شقائهم، طبعا العبارة خاطئة. رقم اتنين، قال لي يخلط كثير من الناس بين الهذر والسخرية، طبعا العبارة صحيحة. رقم جيم، قال لي ما الفرق بين الهذل والسخرية، طبعا الهذل نكتب كده، الهذل هو ما يجعلنا نبتسم ونضحك وعادة ما يكون على هيئة نكتة أو مزحة. أما السخرية فيراد بها الاستهزاء بشكل أحد أو طريقته في الكلام أو ما يملكه من عقار أو سيارة أو غيره. وطبعا كل الإجابة دي موجودة معايا في القطعة. نشوف السؤال رقم دال، قال لي أجب عن السؤال المطروح في الفقرة السابقة. طبعا السؤال المطروح معايا في الفقرة السابقة اللي هو إيه؟ فكيف سيكون رد فعلك إذا رأيت صديقك يسخر من شكل إيه؟ جارك. طبعا إيه؟ نقول كده الإجابة بتاعتنا، أنصحه بعدم السخرية من الآخرين حتى لا يشعر جاره بالحزن والأذى. نشاط 5، اقرأ ثم أجب. في ظل الانفتاح التكنولوجي أصبح العالم كالقرية الواحدة، وأصبحنا لا إراديا نستخدم الأجهزة الإلكترونية طوال اليوم، خاصة الهواتف لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول معظمنا إلى إنسان آلي تتحكم فيه التكنولوجيا بشكل غير مباشر. لذا علينا أن نحكم عقلنا قبل أن نتصرف تصرفا مسيئا لأحد، فعندما تتفاعل مع منشور ما بالإيجاب أو السلب فهذا بالتأكيد يعمل على رفع أو خفض الروح المعنوية لدى الناشر. لذلك يجب أن ننتبه ونحن نتعامل معاً خلال وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يؤذي بعضنا بعضا بقصد أو بغير أي قصد. نشوف الأسئلة، جلهات من الفقرة معنى مؤذيا بمعنى إيه؟ مسيئا. نشوف مع بعضينا السؤال رقم 2، مضاد خفض طبعا ايه؟ رفع. رقم ب، ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. 1، اصبح العالم الان كالقرية الواحدة باستخدامنا للتكنولوجيا، العبارة صحيحة. رقم 2، المهم نيتنا في افعالنا ولا داعي الى ان نفكر، العبارة طبعا هنا ايه؟ العبارة خاطئة. رقم جيم، كيف أصبحنا كالإنسان الآلي تتحكم فينا التكنولوجيا، طبعا نكتب كده من خلال استخدامنا للأجهزة الإلكترونية طوال اليوم. رقم د،
لماذا يجب علينا أن ننتبه ونحن نتعامل عبر التواصل أو عبر الوسائل التكنولوجية؟ طبعا حتى لا نؤذي بعضنا بقصد أو بغير قصد. رقم 6 آخر نشاط معايا، اقرأ ثم أجب. التحفيز هو مجموعة الوسائل التي تستخدم لتحقيق هدف معين، وهو نوعان. الأول تحفيز داخلي، هو رغبة الشخص في التحدي والتميز والتفاعل مع الآخرين للتطوير من النفس، مثل مكافأة نفسك بعد إنجازك عملا ما حددته لنفسك. والثاني تحفيز خارجي، يكون من الآخرين تجاهك لدفعك إلى الأمام، مثل وعد أسرتك لك برحلة بعد تحقيقك لهدف ما. ويجب أن لا تنسى أن القدرة لابد أن تقترن بالرغبة لنجاح عملية التحفيز، حتى تكون قادرا على تحمل العواقب التي ستقابلك في أثناء تحقيقك لهذا الهدف. نشوف موعدنا. السؤال رقم ألف، معنى التحفيز. طبعا إيه؟ التشجيع. رقم 2 مضاد قادرا، طبعا إيه؟ عاجزا. رقم ب أكمل ما يأتي. 1 من أنواع التحفيز تحفيز نقط وتحفيز نقط، طبعا تحفيز داخلي وتحفيز خارجي. رقم 2 التحفيز الداخل هو ايه؟ طبعا هو رغبة الشخص في التحدي والتميز والتفاعل مع الآخرين للتطوير من النفس. السؤال رقم جيم بيقول لي ما المقصود بالتحفيز؟ طبعا التحفيز هو ايه؟ هو مجموعة الوسائل التي تستخدم لتحقيق هدف معين. رقم د قال لماذا يجب اقتران القدرة بالرغبة عند الشخص؟ طبعا لنجاح عملية التحفيز، وليكون الشخص قادرا على تحمل العواقب التي ستقابله في أثناء تحقيقه للهدف. وبكده سنة 5 وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ياريت ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.